من؟ أنا أبو شاكر والله. أهلين أبو شاكر. طاح. لحظة أبو شاكر. افتحي له الباب واركدي جيب المصاري تعال. اخ يا بيي اخ يا خلتي اخ يا خلتي. خير خير غبار خير خير معافى ان شاء الله معافى ابي اخ يا راسي اخ خير ان شاء الله شباب اخ يا راسي. شايف شايف لك يا ابو شاكر شو عمل فيي الحسي البرزان ولا ابو صياح؟ انت اللي عملت فيه ولا هن ابي؟ انا لك يا ابو شاكر هذا فوق ما جبت اخي جناس بيت دفع له مصاري لابو صياح ولح يدفع حق وجاب له بده يجيب له سياره لحسني ببورزان يعملوا لي قتله يا ابو شاكر. كمان انت اللي تلعب علي للغوار؟ لك انت لك اخ انت؟ يا ريتك تبعت شوي اخي كان هون وطالع خلقه هلا كانون ولا بديروا لعندهم قال على القهوة يكسر ايده لأبو صياح ولحسني على القتلة اللي عملوا لي اياها ولي على قصدي على فضيحتي. كيف لك كان عم يقولوا لي انك انت مثلت دور اخوك عليهم ابي؟ انا لك يا ابو شاكر لك انا حبيت امزح معه جبت دقن عيري عفوا ابو شاكر كمل ابي جبت دقن عيري ايدي ما بحكي نحركها خير ان شاء الله معافى واجيت بدي احطها لحتى العب معه ومزحه قام بالصدفه شافوا الدقن وافتكروا انه انا عم بلعب عليهم ملعوب والمزحه صارت جد يا ابو شاكر. بسيطه انا هلا بفهمون انا بروح بحكي مع حسني وابو سياح ابي لكن لك فكره منوب منوب اخي لا بدي تحكي معهم ولا يحكوا معك على كل الامور اخي جناد بير رح يتولى الموضوع اخي على كل طول بالك ابو شاكر تفضل ابي على كل انا رح بستغني عنه لا بدي اياهم ولا بدهم ياني فهمت شلون؟ لح اروح انا رايح على السد بدهم عمال هنيك ما فتحوا رزق وبجوز اخي كمان يفتح لي قهوه هنيك على الميات طول بالك كل شيء بيتصلح ابي غوار شو بنا طول بالك اخي لا بدي طول بالي ولا شيء اذا كان جماعه لك اقرب الناس لك يا ابو شاكر يجوا يهينوك ويعملوا لك قتله قدام العالم يا فيحك يا غوارك. بسيطة انا رايح فهمهم القضية على المضبوط ابي بسيطة ابو شاكر لا تفهموا شيء انت اخي يا راسي شوف بس بدي منك خدمة يا ابو شاكر مر ابي هلا اخي زوروا لعندهم على القهوة انت بدي اياك تكون قريب من القهوة على عيني لانه اخي بجوز يعلق مع ابو الصياح وحسني يعمل لهم قتلة يصير شر يصير حبس حاكم هذا اخي عصبي وايده فارسية بجوز يضرب انت لا تخليهم يعلقوا على عيني وراسي لكن لك فكره مناب ان شاء الله ما على قلبك شر خوار الله يخليك فاترك ابي مع السلامه فاترك مع السلامه فاترك ابي مع السلامه يا اخي يا راسي